بعد ما الدنيا ظلمت في وشي خواجة ماركو بعتني لحضرتك. والله العظيم يا خواجة هيوفر عليك كل التعب اللي انت بتعمله ده. بقالك ساعة في غناوة، الراديو اللي معايا ده عليه آلاف الأغاني. بص يا خواجة، مرة واحدة مرة واحدة الغنوة اشتغلت اهي. طفيتها ليه؟ غنيها وببلاش. خلاص حبيب خلاص، هشتري ثلاثة راديو. اللهم لك الحمد والشكر. واحد ليا، واحد لعبد الوهاب، واحد لصديقي المخرج هنري بركات. ربنا ما يحرمكوش من بعض يا خواجي. مش كده وبس، هبعتك للسفير الإنجليزي. سفير مرة واحدة؟ تروح تديلي راديو وتقول له مهندس أنتونيو كريكور هو اللي بعتني. حاضر يا خواجة، بركة دعاك يا أمه. فضل حبيبي، مسكت فلوس كويس. دلوقتي أطلع على السفير وإن شاء الله آخر النهار يكون عندك الثلاث راديوهات. يا الله. السلام عليكم خواجة. يا الله. أنا أخذ ده بقى عشان أروح بين السفير. إيه. سلام عليكم. صلاة الزهر. أنا بتاجر في الراديوهات دي، بس يعني البشمهندس كركور قال لازم تروح لجناب السفير وتهدي واحد. سوري. I told you, I cannot accept this gift. كتر خير. شاي، أشرب شاي. Sorry, I cannot. إيه؟ شاي، أشرب شاي. شاي تقيل. على ما جناب السفير يجي أشرب شاي وأسلمه الهدايا وأمشي على طول. خير، إيه مشكل؟ حضرتك أنا جاي من طرف البشمهندس كركور، يعني قال لي روح لجناب السفير أدي له الراديو ده هدية. أنا السفير. ده كان جاب السفير. دي هدية متواضعة والنبي قبل الهدية. اوكي اوكي، هدية مقبولة. يا اسمك؟ موسى، اسمي موسى. سوري سير، but this man insists to give you a gift. قامت بالواجب وزيادة، ونعم الضيافة ورب. تحب تفضل معايا في حفل سفارة؟ الله جنابك، لو مش عزومة مراكبية، على أقله تبقى عيش وملح. اتفضل موسى. الله يخليك، اتفضل. خلي بالك من الراديو. يا ساتر، السلام عليكم. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أهلا موسى، أهلا وسهلا. موسى صاحب توكيل مركوني في مصر. اهلا وسهلا. موسى صاحب توكيل مركوني في مصر. ان لو عزت اي حاجه تحت امرك. اهلا 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 وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا جمال مأمور؟ موسى صاحب توكيل مركوني في مصر هنا. اهلا وسهلا. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.